البركان عضو الفريق الإعلامي في الصحراء الغربية. فيلم ثلاث كاميرات مسروقة هو فيلم يروي تجربة أول إعلامي بشكل رسمي تعرض للملاحقة والاعتقال، والسبب هو محاولة فضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان اللي يرتكبها النظام المغربي حق أبناء الشعب الصحراوي. My name is Alex Beach and I'm from the film collective RaFilm. We have directed this film together as two film collectives, RaFilm and Equipe Media, because we believe in the power of doing stuff together. بالنسبة للشعب العربي يعيش حاليا على وقع العديد من المظاهرات والاحتجاجات من أجل تحقيق مكاسبهم وحقوقهم الاقتصادية والسياسية اللي غالبا ما تواجه بالقمع من طرف بعض الأنظمة الدكتاتورية. أكيد أن هناك قواسم مشتركة بين الشعوب العربية والشعب الصحراوي اللي من هذا المنبر نوجه لهم نداء من أجل التضامن ومحاولتهم كسر الحصار الإعلامي المفروض على المنطقة من أجل التعرف على معاناة الشعب الصحراوي في المنطقة. Thank you very much. شكرا جزيلا.